طب بذمتكم في اجمل من صوت طشه الباميه الويكه كده في البيت، ولا ريحتها اللي بتبقى قلب الدنيا حرفيا كده في اللحظه دي؟ بجد يا جماعه خطيره جدا. هقولك السر اللي بيخليها خضره معاكي بالشكل ده حتى لو قعدت معاكي اكتر من يوم. كمان عملنا فراخ بلدي محشيه بالفريك على اصوله يا جماعه. الفيديو النهارده طالع من سعيد، عايزاكم تتفرجوا عليه للاخر، بجد هتستفادوا مني كتير جدا جدا. يلا بينا نبدا مع بعض. بسم الله. اول حاجه جبت كده الفريك بتاعي حوالي هنا كوبايه ونص كده من الفريك، غسلته كويس جدا وصفيته، وهبدا دلوقتي انقعه في ميه سخنه مغليه حوالي نص ساعه كده، وبعد كده هاخده بقى هشطفه كويس جدا تاني وهصفيه من الميه دي علشان نسويه. انا هنا عامله كميه فريك محترمه شويه علشان الفرختين بتوعي كبار، فانا عايزه احشيهم كويس، وكمان هحشيهم تحت الجلد، فانا عامله كميه حلوه زي ما انت شايفه كده. بعد ما غسلته كويس خالص من الميه اللي انا كنت نقعاها فيها، تعالوا بقى نسويه مع بعض. في اي طاسه بقى او في اي حله نزلت بالفريك بتاعي، وزي ما انتم عارفين الفريك ما بيحبش الشريك، فطبعا مش هنحط له بصله ولا تومه ولا الكلام ده كله خالص، هو الفريك بتاعنا كده على طول، وعليه نص كوبايه من الميه المغليه، وبنقلبهم كده كويس زي ما انتم شايفين، وهدي النار وهغطيه باي غطا عندي وهسيبه يتشرب نص كوبايه الميه دي. وطبعا مش دي كل الميه اللي هو محتاجها علشان يستوي معايا، فانا كده سويت نص سوا، لسه طبعا هيكمل سواه جوه الفرخه. زي ما انتم شايفين كده خلاص الميه اتشربت وتمام جدا، وطبعا زاد معايا حاجه بسيطه مش كتير قوي زي ما قلت لكم، ما خدش الميه بتاعته كلها. في الوقت ده بقى هبدا ابهر الفريك بتاعي. عندي بقى هنا معلقه صغيره من الملح، نص معلقه من الفلفل الاسود، نص معلقه من ورق اللوري والحبهان مع بعض مطحونين، وعندي معلقه كبيره كده محترمه من السمنه البلدي. وانا ليه ما حطيتش في الاول لا سمنه ولا زيت ولا اي حاجه؟ علشان تفضل ريحه السمنه موجوده معايا في الحشوه. لو كنت حطيت السمنه بتاعتي في الاول خالص كانت الريحه هتروح خالص، مش هيبقى فيه اي ريحه للسمنه البلدي خالص في الفريك. فاحرصي انك تحطي معلقه السمنه دي في الاخر عشان تفضل ريحتها موجوده. وتقليبه حلوه وكده يبقى جاهز معايا للحشوه. هركنه بس كده يبرد شويه على جنب، ونجيب الفراخ بتاعتنا. طبعا غسلناها كويس جدا جدا جدا، واهم حاجه بعد ما تغسليها لازم تنشفيها كويس قوي بمناديل من جوه علشان ما يبقاش فيها اي بواقي كده للغسيل بتاع الفراخ، وما يبقاش فيها زفاره ولا اي حاجه. وطبعا زي ما انتم شايفين كده انا ورقت الفراخ بتاعتي، يعني فصلت الجلد عن اللحم. لو مش حابه تعملي الخطوه دي زي ما انت عايزه براحتك. نيجي بقى الخطوة المهمة اللي انا معتمداها في كل حشوات الطيور. معلقة صغيرة من الملح، نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من ورق اللوري والحبهان مطحونين كده مع بعض. عايز اقولك انا بستخدمها في كل حاجة، في الحمام، في الفراخ، في البط، بجد طعمها حلو جدا جدا ما استغناش عنها، بتشيل الزفارة، بتتبل حاجة من جوه، حاجة كده تحفة يا جماعة، بجد جربيها وهتدعيلي على الطعم. قلبتهم مع بعض وببدا ادعك بيهم الفراخ بتاعتي كويس جدا من البطن وتحت الجلد ومن بره ومن جوه من كل حته، بجد بتتبلك الفرخه بتاعتك من جوه، بتخلي طعمها حلو جدا، مش بس الحشوه لا كمان لا طعم اللحمه نفسه من جوه بيكون متبل واخد طعم حلو قوي. اطحن الورق اللوري والحبهان كده مع بعض واحتفظ بيهم كده في برطمان، واستخدميهم في الحشوات اللي زي كده وفي المحاشي والحاجات دي كلها، بجد انا بستخدمهم بديل للسبع بهارات وبهارات اللحمه والبهارات المشكله والكلام ده كله خالص. بعد ما برد معايا كده الفريك هبدا بقى احشي الفراخ بتاعتي زي ما انتم شايفين بالشكل ده، وطبعا ما تملهاش قوي علشان طبعا لسه هتستوي معاكي وحجمه هيزيد كمان، فمش عايزاها تفرقع معاكي كده وهي بتستوي. وبرده تحت الجلد زي ما انتم شايفين اهو بالشكل ده، احشيها كويس يعني وصلي الفريك لكل حته فيها، بس ما تملهاش على الاخر علشان طبعا ما يفرقعش معاكي بمجرد ما ينزل في الشوربه. والنصيحه دي دايما بقولها كده في اي حاجه بنعملها سواء بط او فريك او حمام، علشان ما تبصيش تلاقي نفسك خسرتي كل حاجه والحاجه فرقعت منك في الشوربه والحشوه دي كلها خرجت كده، طبعا هيبقى شكلها وحش جدا خاصه لو عندك ضيوف، هيبقى الموضوع يعني وحش جدا جدا يعني. وطبعا وانت بتحشي كده لو لقيتي اي جزء في جلد الفرخه مقطوع لازم تخيطيه على طول بالابره والخيط، علشان لو سبتيها كده ونزلتيها الشوربه هتبصي تلاقيها فرقعت منك على طول. بعد ما حشيتها كده 3 ارباع حشوه زي ما قلت لكم مش هنملاها على الاخر، ببدا دلوقتي بقفلها زي ما انتم شايفين بالشكل ده. طبعا كلكم اساتذه بس انا طبعا بعلم اخواتي الصغيرين، الناس الجديده في المطبخ، الناس اللي ما حشتش قبل كده فرخه بنفسها خالص، الموضوع سهل جدا وبسيط. بجيب رجليها كده او الدبوس بدخله الفتحه اللي موجوده من تحت، والدبوس الثاني بدخله تحت الدبوس الاولاني زي ما انتم شفتوا كده، بكتفها بالشكل ده وبرجع ايديها لورا، وطبعا الرقبه من فوق بقفلها كده بخله او خيطيها، المهم تقفليها علشان ما تخرجش الحشوه منها. بعد ما قفلت الفرخه الثانيه انا بحب اديها شطفه كده تحت الميه علشان انزل بواقي الفريك كده من عليها، وتبقى الشوربه كده معاكي صافيه وحلوه. نيجي بقى للشوربه بتاعتنا، عندي هنا ميه بتغلي حطيت فيها بصلايه، جزرايه، حبه طماطم، ورق لوري، وحبهان. انا بحب هنا الحبهان اقصقصه كده بالمقص عشان ريحته تبقى ظاهره معايا كده وطعمه.
حطي منكهات زي ما انت عايزه براحتك، بس ما تحطيش حاجه مطحونه علشان طبعا ما تغيرش لون الشوربه. عندي كده معلقه صغيره من كزبره الحب بتدي ريحه حلوه جدا جدا للشوربه. هنزل بالفراخ بتاعتي بعد ما غلت الميه، زي ما انتم شايفين بنحطها الاول كده على الوش او على الجنب كده، وبسيبها الاول تغلي على نار عاليه، ترجع تغلي تاني بعد ما نزلت فيها الفراخ، وبعد كده بهديها شمعه يا جماعه علشان الفراخ ما تفرقعش ولا تخرج اي حاجه منها. بنهديها شمعه لغايه ما تستوي معايا، تاخد معاكي ساعه ساعه وربع حسب بقى حجم الفراخ بتاعتك والسن بتاعها. قبل ما اطفي عليها كده ب10 دقايق بضيف لها الملح، وبضيف لها برده نص معلقه كده صغيره من الفلفل المطحون، فلفل الاسود، وبنقلبها، وبعد كده بطفي عليها وبنخرج الفراخ على طول، مش بنسيب الفراخ في الشوربه علشان برده الفراخ بتاخد سوى زياده وبتفرقع منك. بعد ما بتطفي عليها النار بتخرجي على طول الطيور بتاعتك من الشوربه. والنهارده هحمرها كده معاكم في الفرن تحت الشوايه، مش هحطها خالص في الطاسه من فوق، زي ما انتم عارفين الفراخ او اي حاجه بتتحمر من فوق بتعمل طشطشه جامده كده وبتفرقع جامد، فهدخلها الفرن كده تتحمر. جبت معلقه سمنه بلدي كده حلوه ودهنتها زي ما انتم شايفين بالشكل ده، من غير لبن من غير اي حاجه خالص، هتاخد لون حلو جدا زي ما انتم شفتوها كده في اول الفيديو. وبتكون عيني عليها دايما كده وبديرها كل شويه علشان تاخد معايا لون موحد. في الوقت ده هنحضر مع بعض الويكا، طبعا ده الموسم بتاعها، بتكون مسكره وطعمها زي العسل. زي ما انتم شايفين بجيب الويكه بتاعتي بغسلها كويس قوي بالميه والملح من قبل ما اقطعها، وبصفيها كويس خالص خالص، وببدا اقطعها بالشكل ده وهي ناشفه. ببدا اشيل الكوز بتاعها او القمع اللي موجود من فوق وبرده جزء كده من تحت، وابدا اقطعها حلقات رفيعه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. مش لازم بقى تقمعيها قوي وتلفيها كده من فوق زي الباميه الثانيه، الباميه الحمراء كده كده احنا ايه في الاخر هنضربها بالهاند بلندر فمش تفرق معانا خالص. بعد ما قطعتها كلها بالشكل ده هبدا بقى دلوقتي اضيف لها اضافات مهمه جدا جدا. عندي بقى هنا فلفل رومي بارد، هبدا اقطعه قطع صغيره برده بالشكل ده. ما عندكيش فلفل رومي بارد ما تعمليش باميه ويكا، بجد يا جماعه بينقلها نقله تانية خالص خالص. عندي كمان هنا فلفلايه حمراء كده برده بقطعها معاها. الباميه يا جماعه مش بنحط لها بصل، مش بنحط لها طماطم ولا الكلام ده كله خالص، دي الوصفه الصعيديه الاصليه لو انت عايز تاكلي باميه ويكا بجد. عايزه بقى تضيفي لها فلفل حامي زي ما انت عايزه براحتك، انا ما ضفتش عشان الولاد الصغيرين. عندي كمان هنا حوالي 4-5 فصوص كده من الثوم، هنقطعهم حلقات برده صغيره بالشكل ده. طبعا الثوم ده غير الثومه بتاعت الطشه، طبعا ده بيدي لها طعم حلو جدا جدا. نيجي بقى هنا الاضافه المهمه جدا، زي ما قلت لكم بتخلي لونها اخضر وجميل وتحافظ على خضرها تاني يوم تالت يوم، ما تسودش معاكي ولا تدبل ولا اي حاجه خالص. ربع معلقه صغيره من الكربوناتو هنضيفها في الوقت ده، ربع معلقه صغيره يا جماعه ما تكتريش، وننزل بقى عليها بالشوربه بتاعتنا. مش قادره اقول لكم الشوربه ريحتها عامله ازاي، جميله جدا جدا جدا، خاصه شوربه الفراخ البلدي يا جماعه لا يعلى عليها. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت الشوربه بتاعتي بارتفاع حوالي عقله كده فوق الباميه، ما تزوديش الشوربه قوي علشان ما تبقاش معاكي الويكه صيصه. وزي ما انتم شفتوا كده انا كنت بصفي الشوربه بتاعتي، وده مهم قوي. هرفعها بقى على النار وتبقى نار متوسطه او نار يعني هاديه شويه، واسيبها كده تلت ساعه لغايه ما تستوي معايا، تبقى معايا بالشكل الجميل ده تلت ساعه. وكانت استوت معايا هبدا بقى دلوقتي، لو عندك المفروك الصعيدي افركي بيها، لو مش عندك حطيها في الخلاط اديها ضربتين بس كده متقطعين، ما تزوديش قوي. انا مش بحب بصراحه الخلاط خالص، انا بحب اضربها كده بالهاند بلندر. لو مش عندك هاند بلندر يبقى بالمضرب اليدوي اللي هو الويسك، واضربيها كده مرتين تلاته كده لغايه ما تلاقيها بقت معاكي ناعمه بالشكل ده. مش ناعمه قوي يعني، بس يبقى فيها قطع كده صغيره من الباميه، علشان كده احنا قطعناها صغيره عشان ما تبقاش الباميه طويله قوي، تبقى الباميه كده يا دوب باينه كده حاجه بسيطه. لازم بقى نرجعها تاني على النار تاخد غلوه كده بسيطه لغايه ما نحضر مع بعض الطشه. عندي بقى راس توم كده محترمه، هنحط عليها نص معلقه صغيره من الملح، وما ننساش ان الشوربه بتاعتنا فيها ملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، ومعلقه كده حلوه كبيره محترمه من الكزبره الناشفه، وطبعا دي اساس وروح الباميه الويكا. واضيف لها برده نص معلقه صغيره من ورق اللوري والحبهان المطحونين، زي ما قلت لكم هو بطل معانا النهارده ودخلته في كل حاجه. بعد ما فرمتهم في الكب او في الهون، عندي بقى هنا في الطاسه بتاعتي حطيت معلقتين كبار من السمنه البلدي، طبعا ما بنعمل اكله صعيدي يبقى سمنه بلدي على طول، ومعاها برده معلقه كده من الزيت. وهبدا اصفر التومه بتاعتي، بنصفرها يا جماعه مش بنخليها تاخد لون غامق خالص علشان ما تمررش الاكله بتاعتي. وفي نفس الوقت الباميه بتاعتي على العين الثانيه بديها الغلوه زي ما قلت لكم، ولازم تاخد غلوه بعد ما ضربناها وعملنا فيها الكلام ده كله. زي ما انتم شايفين اهو خلاص كده، طبعا سمعتوا الصوت ده انتوا في اول الفيديو، بجد يا جماعه الصوت ده بياخد قلبي كده، بجد بتخليكي تاكلي حتى زي ما قلت لك كده لو انت مش جعانه، الصوت مع الريحه بتكون قلبه الدنيا. طبعا باقي الطشه اللي في الطاسه ده مش بنسيبه، بنرجع له تاني وبنغرف في الاخر في الطاسه وبناكل فيها، بتكون احلى لقمه بجد، احلى من اللي بنغرفها في الاطباق العاديه.
وده كان قوام البامية بتاعتي. طبعا انا ما ضفتلهاش تاني خالص شوربة، كانت الشوربة اللي انا حطيتها من الاول كانت مظبوطة جدا. فلو انت حاطه من الاول شوربه قليله ضيفيلها بعد كده شوربه حبه بحبه كده علشان ما تخفش معاكي. زي ما انتوا عارفين لو هي الباميه تقيله هنقدر نعالجها، انما لو خفت منك مش هنعرف نعالجها. وادي الفراخ بتاعتي بعد ما اتحمرت تحت الشوايه. بجد يا جماعه الاكله دي عايزه اقول لكم انها بتنزل في قلبي مش في معدتي، بجد انا بعشقها جدا جدا. شايفين بقى ما شاء الله الفراخ طالعه مظبوطه، طالعه فراخ امهات يا جماعه ما شاء الله يعني. جربيها بكره على الغدا وانا واثقه انك هترجعي تاني في الكومنتات تشكريني على التكات القمر اللي فرقت معاكي في الطعم. لو وصلت معايا لاخر الفيديو احب اشكرك، وما تنسيش تحطي لايك للفيديو. اشوفكم على خير، باي باي.